السيدة رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، السيد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، السيد عميد المحامين، السيدات والسادة، رؤساء وممثلي الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمستقلين ورجال ورجال ونساء الاعلام. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم. كرهنا يوم 6 فبراير وقد ضربنا في الصميم بالاغتيال الجبان للشهيد شكري بالعيد كرهنا يوم 25 جويليا وقد ضربنا في الصميم بالاغتيال الجبان للشهيد محمد البراهمي كرهنا يوم 29 جويليا وقد ضربنا في الصميم بالاغتيال الجبان لجنودنا في جبل الشعامبي كرهنا هذه الأيام العصيبة التي مرت علينا طيلة هذا الصيف المشحود وتونس تبدو كأنها سفينة في مهب الريح وإن لم تكن هذه الأحداث خير لنا أو للضحايا أو لأهليهم فإنها على الأقل أظهرت أن تضحية الشهداء وألم العائلات التي كانت ولا تزال آلامنا لم تذهب سدى فالمصائب الكبرى التي لا تكسر الشعوب تقويها وهذا ما حدث بالضبط فبالرغم من قوى الشر أظهرت أخطر أزمات المرحلة الانتقالية كم هي عصية على الإغراق سفينة تونس مما خفف من آلام فقدان شهدائنا ومن حسرتنا على كل الوقت ضائع أننا كسرنا كل المخططات لضرب مسارنا الديمقراطي لقد أظهرت الأزمة الأخيرة مدى حكمة شعبنا وصبره ونفوره من كل أصناف العنف مدى انضباط جيشنا الأبي الحامل للحدود والمؤسسات الشرعية مدى فعالية أجهزتنا الأمنية التي صدت بكل قوة لأعداء الدولة مدى مسؤولية الطبقة السياسية التي لم يتوقف داخلها الحوار لإيجاد حل وفاقي للإزمة رغم كل الصعوبات ومنها صعوبات هذه الصباح التي أعتبر أن تجاوزها نذير خير نذير خير مدى حرص المجتمع المدني على إيجاد حل سياسي عبر مبارد مبادرة الرباعي هذه المبادرة المشكورة والمثمنة هي ووساطات كل محبي الخير لهذا الوطن مدى حكمة القيادة السياسية وأعني قرار السيد رئيس المجلس التأسيسي بتعليق مؤقت يبقي الباب مفتوحا أمام عودة الإخوة النواب المنسحبين وتجنيد السيد رئيس الحكومة كل وسائل الدولة لمحاربة الإرهاب مدى التزام جل الدول الشقيقة والصديقة بدعم مسارنا الانتقالي السلمي كل هذه العوامل التي بينتها بيانت هذه الأزمة الأخيرة والأزمات التي سبقتها مطمئنه، ويجب ان تعمق فخرنا بتونس وان تقوي ثقتنا بوطننا وبانفسنا. نعم، كل هذه العوامل التي ابرزتها بكل وضوح الازمه الاخيره، تجعلني جد متفائل بخصوص مستقبلنا القريب والابعد. نعم، اني على اشد القناعه اننا سنجد وفاقا سياسيا يمكننا من اتمام الدستور، من تعيين اللجنه المستقله للانتخابات، من تحديد موعد هذه الانتخابات بقانون من تعيين حكومة تمكن اللجنة المستقلة من كل ما تحتاج لتكون هذه الانتخابات نموذجية توفر كل ضمانات لمراقبة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية أيها الإخوة والأخوات بقدر ما أنا فخور بوطننا وبثورتنا وبشبابنا وبشعبنا بقدر ما أنا متفائل بنتيجة هذا الحوار بقدر ما انا منشغل بخطرين يجب ان يكون حاضرين بقوه في اذهانكم وانتم تتحاورون الخطر الاول هو الخطر الارهابي انني اريد ان تاكدوا ان هذا الخطر جدي حتى وان كان تحت السيطره هناك من يتجمعون وراء حدودنا وداخلها لزرع العنف والفوضى ظاهريا باسم معتقدات منحرفه وباطنيا لتحقيق اجندات خفيه تتجاوزهم احيانا وتستعملهم لضرب كل حظوظ استتباب نظام ديمقراطي في اي ارض عربيه. ان الذين قتلوا شهيدينا وجنودنا ورجال امننا اصبحوا هم ومن يحركهم خبراء في اختيار لحظه ضربنا. كلما قربنا من الحل كلما تدخلوا لافشاله، لذلك يجب على الطبقه السياسيه اكثر من اي وقت مضى ان تواجه كل عمليه ارهابيه قد تحدث لا قدر الله مجددا موحدة. كما يجب على الشعب ان يحافظ على هدوئه ورباطه جاشه وطول النفس فاستئصال ذجور الارهاب في بلادنا كما هو الحال في كل البلدان عمليه ستكون شاقه طويله اذ تتطلب علاجا معقدا يكون علاجا ثقافيا واقتصاديا وامنيا لكن ما هو المطلوب في هذا الظرف الدقيق اتمام هياكل الدوله الديمقراطيه باقصى السرعه حتى تصبح مكسبا قارا صلبا متينا لا رجعه فيه إنها نفس ضرورة الإسراع في التعامل مع الخطر الثاني ألا هو الوضع الاقتصادي إنني مقتنع أنكم على أشد الوعي أن تطويل النقاشات أو الفشل فيها لا قدر الله لا يعرض فقط أمننا الوطني للخطر وإنما يضرب حق مئات آلاف التونسيين في الرزق فكل التونسيين والتونسيات يعلمون أن العجلة الاقتصادية شبه مشلولة اليوم نتيجة الوضع السياسي وأنه لا بد من حل سريع حتى نستطيع تدارك الوقت الضائع وتوفير المناخ الضروري لعوده الاستثمار الداخلي والخارجي الذي هو المدخل لحل الكثير من مشاكلنا الاقتصاديه هنا اسمحوا لي ان اؤكد على ان هذا الفصل الجديد من الحوار الوطني الذي لم ينقطع يوما في بلادنا داخل الطبقه السياسيه بمكوناتها الثلاث الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقله ليس الا حلقه من سلسله قدرها ان تتواصل حتى بعد الانتخابات فكلكم تعرفون ان سنه 2014 ستكون من اصعب السنوات اقتصاديا لان الثمار عوده الصحه للاقتصاد لن تجنى الا بدايه من 2015 مما يعني ان واجبنا الوطني تحقيق السلم الاجتماعي قبل الانتخابات والاستعداد لما بعدها من الان بخلق مناخ هادئ ومسؤول يبني غدا وحده وطنيه تتضافر داخلها كل الطاقات لكي نواصل معا مواجهه الصعوبات ايها الاخوه والاخوات لا اخطئ ان قلت ان عيون التونسيين والتونسيات مسلطه عليكم ابتداء من الان تنتظر منكم ان تحققوا تطلعاتهم ببناء الدوله القويه التي ستضمن الامن والدوله الشفافه التي ستحارب الفساد وتقود الاصلاحات الاقتصاديه والدولة الديمقراطية التي ستضمن الحقوق والحريات ونمط العيش الحداثي الذي ارتضته الاغلبية الساحقة لشعبنا. أيها الأخوة والأخوات، لا أبالغ إن قلت إن عيون أصدقاء تونس في العالم مسلطة عليكم والرسالة الصامتة لا تخيب ظننا وأملنا في نجاح التجربة التونسية لأن نجاحكم سيعيد لحلم الربيع العربي ألقه. وسيضيف للمشروع الديمقراطي بالثورة السلمية نجاحاً آخر في هذا العالم الموبوء بالاستبداد وبالعنف لا تخيب أمل شعب وأمة وكل أصدقاء الديمقراطية في العالم عجلوا وعجلوا ثم عجلوا لأن أمن الوطن وحق مئات الآلاف من التونسيين في الرزق هو اليوم مسؤولية تاريخية ضخمة ملقاة على عاتقكم يسروا ولا تعسروا ليوسر الله عليكم ويوفقكم تحيه تونس والسلام عليكم